لو الحكاية فيها إن فيجو. رقيب شريف من قوة اسم أول طنطا، وطبعا النهاردة كنا لازم ندي لك حقك في إحباط سرقة مليون جنيه من بنك اسكندرية شارع المأمون بطنطا. احنا عايزين رقيب شريف تحكي لنا تفاصيل أكتر، وانت بجوارك محمد بتعلب من قوة اسم أول طنطا، عايزين نعرف ايه التفاصيل اللي محدش يعرفها، وعشان نعرف ان الفرد الأمن هو أمن وأمان للمصلحة وللمواطن ولكل مواطنين مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا كنت تأمين على بنك اسكندريه المأمون، فالواقع كان الساعه 8 الا ربع صباحا، طبعا انا كنت خدمه ليليه بسلم الساعه 8 صباحا، فمتابعه العربيات طبعا اللي هي بتيجي بالمأموريات، وطبعا يعتبر بنك اسكندريه يعتبر في الخزنه المركزيه ويعتبر مكان يعني مهم فيه الحراسه جيده، فكنت يقظ بالذات في المأموريات. فساعة المأمورية طبعا لاحظت ان في واحد اتنين جايين بدراجة بخارية، واحد منهم نزل على رجليه عادي كأنه ماشي في الشارع، وبعدين لقيته مرة واحدة طبعا مطلع الديسبرير وقام يديه للشخص اللي هو شايل المأمورية، لان المأمورية بتيجي حوالي 15 مليون او 20 مليون. فلما بتيجي المأمورية طبعا بيبقى عينينا عليها، فاول ما طبعا لاحظت ان هو طلع الديسبري وهو بيرش عليه وبدا يتمكن من الشنطه من المأمورية ذات نفسها والسياره، فبدات ان انا انهض بيه، فوانا بنهض بيه فطبعا شايف بيركب حوالي الموتوسيكل، فجبته انا وفرد الامن اللي كان طبعا تبع المأمورية، لغايه لما جبته طبعا على الارض وبقيت ماسك فيه، لغايه لما اتمكنت منه بالفعل قبل اتمكنت منه، فحاول ان هو يملخ دراعي او يهرب او حاول يعمل ان هو مسورة او الكلام ده، طبعا احنا بنبقى دارين بالموقف وحاسين ان قدامنا بيعمل ايه، فتمكنت منه لغايه طبعا ما مسكته وجبته بجوار البنك، وكان طبعا هو كان طلع على الاسفلت اللي مجوه للبنك، فجبته واتمكنت منه، وطبعا بلغت الجهات المختصه اللي هي النجده وطبعا القيادات بتاعت الاس الاول، والحمد لله تم السيطره عليه. محمد بتعلم بحضرتك في هذه الواقع، احنا بنقول هل فرد الامن بالفعل بياخد حقه في هذا الموضوع ام بالفعل حقه مهدور حتى اذا كان عمل الوطني يحتم عليه ذلك؟ والله السيد المدير عندنا بيوفر جميع السبل للمواقف اللي زي دي بالفرد، بيديله مكافاه مناسبه، بيكرمه تكريم، بيطلع تكريم محترم، وبيروح يسلم على سيادته، بيعمل كل اللي عليه حقيقي يعني بالنسبه للافراد، لان دي طبعا هو الفرد عرض نفسه لخطر، عرض نفسه انه يموت، انه انقتل، حمى مبلغ مالي كبير، مبلغ حوالي مليون جنيه انه يسرق، ضحى بنفسه، ممكن كان الحرامي ده كان ممكن يقضي عليه يقتله. فالفرد مهما تديله من مكافآت ما يسويش طبعا حاجه بالنسبه للمجهود اللي عمله. حضرتك كنت من قوى اجابه المتهم؟ هو جابهولي هنا، هو فعلا بالفعل هو تم القبض عليه، النجده وصلت قبلنا وجابوه لنا، اصطحبوا المتهم وجابوه هنا، انا استقبلته هنا وطبعا خدت الحاجه اللي معاه وفتشناه تفتيش ذاتي، وتم عمل المحضر اللازم، والحمد لله وربنا يوفق جميعا. احنا بنقول ربنا ان شاء الله يكون في عونكم وتكونوا امن وامل لمصر كلها.